السلام عليكم، صباح الخير. الحين الساعة 1:16 بحكي لكم قصة. هاي القصة الصراحة مرة مضحكة. كان وأنا في المتوسط، في واحدة مدرسة هي مربية فصلنا، يعني هي مسؤولة عن فصلنا. كان عند الباب تدخل، هي ما تدخل، تدخل يدها بس كده مع الباب، تقول كده يعني بخ وعطر عشان قال لك انه احنا ريحتنا مو كويسة. فتقول تدخل الفصل، تقول كل الفصل يوقف، يوم كلنا نوقف تختار واحدة اسمها هدى. مسكينة البنت والله العظيم، والله يذكرها بالخير، ان هي عادة عايشة والله يرحمها، ان هي ماتت. هي تقول لهدى هدى تجي هدى تقول لها يلا شمي، تقول لها ليش انا يا استاذة كل مرة اشم البنات كده صوتها. تقول يا استاذة ليش انا كل مرة اشم البنات، تقول لها قص شمي ولا نفس. تقول استغفر الله العظيم، مسكينة ولا البنت تجي تشمنا، يعني تقول لها شمي الراس، الراس اذا الراس مريحته شامبو تطلع الوحدة. كان تجي تشم هنا المريول اللبس، وتشم هنا الراس. المريولها ما في ريحة عطر، تقول هذه ما فيها ريحة عطر، وتشم الراس. اذا الراس ما في ريحة شامبو تقول هذه ريحتها مو شامبو، ريحة شعرها زيت مثلا، تقول لها تعال اطلعي برا هنا. تمام. تجي مسكينة هدى والله العظيم اني راح مساء، قسم بالله كل ما اتذكرها اقول الله يذكرها بالخير. دي البنت مسكينة كنت شمشمة لما نغير. تجي مسكينة من صباح الله خير. ومرات المدرسة هذه تكون حصتها بعد الفسحة، يعني تعالوا شوفوا بعد الفسحة كيف التفاعل. مسكينة والله هدى، مسكينة هدى والله اني راح مزا قسما بالله. استغفر الله استغفر الله. تخيلوا في مرة من المرات قالت لها يلا قومي. طبعا مسكينة تحيل بالمدرسة، تقولها خلاص اختاري وحدة تانية غيري، تقول لها لا انتي نتحش. مرة انا وبنت خالتي ندرس سوا، طيب فقامت راحت عند بنت خالتي تشمها، شمت ريحة شعرها زيت، طيب دهن شعرها وتمشطه، قالت هذه ريحة شعرها زيت، قالت لها اطلعي. طيب طبعا المدرسة هذه تقرب لي بنت خالي، قامت طلعت اللي هي بنت خالتي كمان تقرب لها، يعني تعتبر بنت عم بنت عمتها. طيب قالت لها اطلعي. البنت هذه بنت خالي، بنت خالتي راحت اشتكت على امها. طيب تبغى بنتي تتروش من صباح الله خير في ايام البرد ليش؟ راحت لها البيت. نقول لها تبغين بنتي تتروش تداوم بشعرها غارق ليش؟ يا ربي استغفر الله، يا زمن زمن المدارس غير. بدات هذه المدرسة والله العظيم بنتها خالي كانت تسوي اكشن اكشن. البنات لما كانوا يعلقون عليها وربي غير غير غير. يلا الحين بنزل، الحين بنزل البيت، باكل اي شيء خفيف عشان بس اقدر انام. طبعا بكرة اولادي ما راح اخليهم يداومون، بكرة خميس اجازة من عندي لهم. بكرة بنظف ورتب البيت لأن يوم الجمعة بتيجي عندي زميلتي الصباح، كانت بتسير علي قبل تروح الدوام، لأن الدوام قريب، تدروا قريب من بيتي، فقالت يوم الجمعة بتيجي الصباح بتفطر معايا وزي كذا، وبعدين بتروح الدوام، ندومها الظهر وبس. يلا باي.